الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد ومشوار جديد ومواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة، ودائما دعواتنا أن يعم الخير والأمن والسلام والصحة والعافية على كل العراق والعراقيين وكل العالم، وإن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف والتكافل والوعي نعبر هذه الأزمة الصعبة، أصعب أزمة تمر على البشرية، لكن إن شاء الله إحنا بإيماننا بمقدرتنا بإيماننا بنفسنا أيضا إن شاء الله نعبر هذه الأزمة، وهذه اللي أنا أعتبرها الامتحان العسير. والعالم حاليا يعني أشعر أنه القادم أفضل، ما بقى شيء إن شاء الله، وعدنا أمل أنه شهر الرابع إن شاء الله ينتهي كل شيء. لازم نتفائل، لازم نتمسك بالإيجابية، نتمسك بالإيمان بالله، وهي فرصة أيضا لتغيير لتجديد لنبدأ حياة جديدة إن شاء الله بعد ما تنتهي هذه الأزمة. رغم أنه إحنا راح نحمل قصص وذكريات منها ممكن تكون صعبة، لكن بنفس الوقت الإنسان يتعلم، هذه هي الحياة، رحلة من التجارب، تجارب أحيانا تكون قاسية، أحيانا صعبة، أحيانا مفرحة، لكن تحسين حاصل، هي هذه الحياة، مركب نسير به حتى نصل إلى الضفة الأخرى. إن شاء الله القادم أفضل، وإن شاء الله نترك انطباع ممتاز أنه إحنا استطعنا أن نعبر من أصعب المواقف اللي يمر بها الإنسان على مدى حياته وعلى مدى القرون، وتبقى ذكريات وقصص إلى أحفادنا. بس بشرط إحنا نقول ظل بالبيت هذه الفترة، لأن هي أصعب أسبوع يمر على العراق. إن شاء الله الكل يكون واعي وفاهم، لكن إحنا اليوم عندنا مواضيع كثيرة أغلبها هي ترجي من الناس أن يبقون في منازلهم حتى نخلص من موضوع الحظر، بس تتعدى هاي الأزمة وتتعدى هذا الأسبوع، والحمد لله نكون إحنا سجلنا أعداد قليلة جدا، بالتالي نقدر نسيطر ونحتوي الموقف، وإن شاء الله العراق يعبر هاي الأزمة. ضل بالبيت، خليك بالبيت، استريح بالبيت لحد ما تعبر الأزمة، وإن شاء الله نعرف هناك وضع صعب لكن التكافل موجود، وإحنا ضربنا رقم قياسي وضربنا أمثال رائعة في التكافل الاجتماعي. راح نحكي نسولف هواي بمواضيع كثيرة اليوم أنا وسفيان. مرحبا سفيان. مرحبا أزل. ضلوا بالبيت وطبخوا ونظفوا وسووا كل الأشياء وخلصوا وقتكم بأشياء مفيدة. مساء الخير لكل مشاهدي قناة الشرقية وبرنامج أهل المدينة. فعلا وكل هاي الأشياء السلبية اللي تصير بحياتنا، لكن دائما أكو بريق أمل. في إيطاليا بدأت الحالات تتراجع لتسجيل اللي تصير عندهم رغم الكارثة اللي تصير، لكن الوفيات بدأت تتراجع عندهم. في الصين الحمد لله صارت تصل المرتبة الرابعة من عدد الإصابات، صح بعد الولايات المتحدة صار عندهم حالات هواية، لكن بنفس الوقت نشوف هذا التكافل والتضامن الاجتماعي في بلدنا في بداية الأمر، نشوف أكو ناس يساعدون الناس وبدأ المجتمع يرجع عيد وحدة. بدايتها كانت الثورة وبدايتها بدأت بمساعدة الثوار والمتظاهرين، وهسه حاليا في مواجهة هذا المرض نشوف هواية من الأمثال الجيدة والتي ترفع لها القبعة، أنه ناس تساعد ناس، ناس تساعد جيرانها، ناس تساعد الناس البعيدة عليها. حتى على المستوى الدولي شفنا اليابان ساعدت الصين، الصين تساعد أوروبا، روسيا ما أدري لمن تساعد، فبالتالي هذا التكافل الاجتماعي فشيء إيجابي، ونقدر ننظر له بأنه هو النص المليان من الكوب اللي إحنا حاليا نعيشه. مواضيع كثيرة اليوم عندنا بأهل المدينة بعد الفاصل. حالياً الشغل الشاغل لكثير من الناس هو أنه شلون نقضي وقت الفراغ الطويل اللي صار. أنا ما أعتقد أنه ما أشوفه هو يعني بالنسبة لي ما صار وقت فراغ، لأن أنا جاي نداوم نفس الواقع، لكن ممكن أنه يكون مثلاً أطفالنا حالياً جالسين بالبيت فيحسون بالفراغ بشكل كبير، كان عندهم مدارس وسوقت امتحانات. الرجال ايضا يعني يمكن النساء احنا اقل نحس بالموضوع او نفرح عندما نجلس بالبيت، لانه اي وقت فراغ نحب نقضيه بمنزلنا بترتيبه بتنظيفه باعداد اشياء من الممكن انه نلتهي بنفسنا وكثير من الامور، لكن الرجال هي هسه حاليا مشكله المشاكل. لذلك سفيان من بداها بنظفوا وطبخوا وغسلوا، لانه صاير عنده ملل من الموضوع. بس انا اقول هي فرصه ذهبيه ايضا ل اختبار أو لمعرفة الجانب الآخر. دائما النساء مظلومات بهذا الموضوع، أنا حكيتها قبل فترة، لكن هي صحيح، هي حقيقة وواقع. كثير من الرجال هسه من جلسوا بالبيت بدأوا يشوفون أطفالهم، بدأوا يشوفون أنه المرأة من يقلها أنت ليش ما مخلصة الشغل، أنت ليش تعبانة، هو شغل بيت،
هو شافس حاليا قضى الوقت كله يتابع ويشارك ايضا لا باس من المشاركه. قاموا يسوون دولمه، فقبل كانوا يقولوا النسوان تعبنا بالدول، ما شافوها سهله ابدا تتسوى يعني عادي. شوف يعني طبعا طبعا لا يغشكم، هم تعبانين من شغل البيت فعلا، انه هسه فرصه ذهبيه صارت انه الواحد يعرف قيمة يعني انت من البيت. حتى الوحدة من تقول يا باريد اطلع بعد ان شاء الله نرجع لوضعنا الطبيعي ان شاء الله، ما يقلها ليش يعني وليش تعبانة ونفسيتش تعبانة، شافوا انه البيت فعلا انا اقول لكم اياها نحتاج الى الترويح، نحتاج الى الترفيه، نحتاج الى الطلعة زين. ان شاء الله تعبر هاي الازمة وبيها تجارب كثيرة. ونبدي احنا اليوم حقيقة كنا منتظرين المفروض نبدي احنا بالخبر اللي هو يجينا من وزارة الصحة يوميا بعدد الإصابات وعدد الناس اللي تم شفائهم وعدد الوفيات. اليوم لحد الآن وزارة الصحة ما أرسلت ما نشرت لل هم شو يسمونه التعداد، يعني التعداد أو أرقام الجدول الإحصاء لحد الآن ما نزل من وزارة الصحة. إن شاء الله خير، ما أعرف شنو اللي خلاهم اليوم هناك. يعني إحنا سمعنا أكثر من خبر، من ضمنها أن هناك جهاز عاطل في بغداد للفحص، ما تاكدنا من الخبر، وممكن يكون هم غيروا الجدول او موعد الجدول ينتظرون الى الليل، ما اعرف انا. ان شاء الله خير، يا ريت ينزل تنويه عن الموضوع او شرح عن القضيه. نتمنى انه احنا العدد توقف لحد يعني امس احنا اللي عرضناه اللي هو من مصدر وزاره الصحه 547 اصابه وشفاء 143 وفاه 42، هاي امس. اليوم ما حدثت وزارة الصحة، نتمنى أنه توقف لحد هذا الحد، لكن الصحة العالمية هي أنطت قالت نتوقع زيادة بالعدد خلال هذا الأسبوع أو خلال هاي الأسبوعين، وبعدها يبدي الانحسار إذا الناس التزمت. شغلة كلش مهمة، موضوع حظر التجوال جاي يتم تمديده أسبوع بعد أسبوع بسببنا أو بسبب الناس اللي جاي تكسر الحظر وجاي تطلع إلى الأسواق وتفتر ويعني وماخذة راحتها. أنت من كل ما إحنا نلتزم أكثر كل ما إحنا نقلل أيام الحظر، لأن نخلص من عند المرض وراح نسد الحدود وما عندنا أحد يسافر، نبقى بحدود هاي خلينا نقول فترة هاي المدة اللي هي شهر تقريبا نخلص من عنده بشكل كامل مثل ما الصين خلصت من عنده. فنتمنى احنا من الناس الالتزام هذا الاسبوع، واكو تكافل، اكو ناس جاي تساعد، فما اعتقد انه اكو ناس جاي تبات جوعانه. واحكوا قولوا يعني احنا جاي نتشارك بيناتنا، كل من يقول انا جوعانه، البارحه اللي طلعناه الرجل اللي من النجف اللي يحتاج بيت، لحد الان 3 بيوت تم توفيرها له لحد الان، واحنا كل ساعه واحد يخابرنا يقول انا عندي بيت فارغ حتى في غير محافظات من امس اثناء البيت ناس كتبت. فماكو احد ان شاء الله يبات جوعان، وماكو احد يبات وهو محتار. احنا عندنا ضربنا رقم قياسي بالتكافل والتعاون والمساعده والحب والنخوه والغيره، وان شاء الله تعدي على خير. بس خلينا شويه نلتزم شويه شويه، يعني ما يخالف نفسيتنا، نلزم نفسنا وان شاء الله تعبر هاي الازمه على خير. فعلا طيب. يعني احنا اكثر من مره يقولون بانه الالتزام بمنع التجول هذا حيؤدي بانه هو يوقفون منع التجول صح. اللي دي يصير، لانه احنا حاليا كثير من المحافظات والفيديوهات والصور دا توصلنا وناس بعد تطلع والطب وتتواصل ويا ناس وماخذ الموضوع كانه هو شقه، فبالتالي انت صراحه هذول الناس دي ياثرون على الجميع، دي ياثرون على البلد بشكل عام. يعني هواي ناس اشغالها متعطله، واكثر من مره قلنا هواي ناس يعني شغلهم واقف، ارزاقهم واقفه، بالتالي انت من تخالف الحظر بس فكر بغيرك، يعني لا بس تفكر بنفسك. كنا قاعدين كنا على هالوضعيه، عندنا نقعد بالبيت وفتره صعبه. انا اتفق ويا الكل، اتفق ويا الكل بانه خاصه الشباب، اي انا مثلكم، انا متعود انه اطلع بكثره دائما اكون موجود خارج المنزل، لكن هالفتره بعد شو اسوي؟ يعني حاله اضطراريه وتعودنا، بعدين فتره وتعدي ان شاء الله. على العموم اول البارحه حكينا بموضوع جدا مهم، قلنا بانه احنا لازم اليوم الحكومه والجهات المعنيه تفكر شويه للمستقبل، اللي هي تبدي بناء مستشفيات اكثر، تبدي تجيب اجهزه تنفس وما الى ذلك. بداوا الناس يعني ياخذون هاي الفكره، يتبنوها، يفتهموها صدق، احنا اليوم بحاجه انه نفكر لقدام، بحاجه بانه نشوف شنو لازم نسوي، هاي اشياء مهمه كلش لازم نسويها. فمن ضمنهم مستشفى الامام علي بالنجف، طبعا منجزه بالكامل صار لها 10 سنين. المستشفى مبنيه، يعني بناء موجود كامل ويعني من الخارج هي مبنيه واقفه على حالها مثل ما يقولون، لكن لحد الان لم يتم افتتاحها. نحن بامس الحاجه للمستشفيات اليوم، لكن لحد الان لم يتم افتتاحها. طيب يا اخي اوكي، يعني هاي 10 سنين راحت عوف عوف، هسه احنا بحاجتها، يعني افرض هذا العدد زاد،
لا سامح الله. هو من الطبيعي انه يزيد بالايام القادمه. افرض زاد هذا العدد، بعد ما عندنا مستشفيات، ما عندنا اماكن تستوعب بعد زياده باعداد المرضى، حنبدي يقعدون بالبيت، حجروهم بالبيت وهيك، موضوع جدا صعب. فبالتالي يا ريت بانه يشوفون هذا المقطع ويشوفون اليوم المواطن دي يوجه رساله للمسؤولين، المواطن هو اللي صار رقيب على المسؤولين، المواطن هو اللي دي يطالب باشياء المفروض هي الحكومه تفكر بيها وهي تقررها. على العموم حنطي الوقت للمواطن اللي نقل لنا هاي الصوره مشكور، ونرجع نعلق على ما قال هذا المواطن. هاي المستشفى صار لها 10 سنين، هذا بناها وهذا هيكلها كامله. الناشد منهم محافظ، الناشد الامين العام للعتبه العلويه المقدسه. اذا هسه ما فتحتوها شو وقت راح تفتحوها؟ اذا هسه ما فتحتوها لعد شو وقت تفتحوها؟ على كل شريف يسوي تاك حتى توصل من اللي مسؤول على هاي المستشفى ويفتحها. اليوم النجف بشده، النجف اليوم بحاجه مو مستشفى اللي تتبع تقريبا 800 سرير او 600 سرير او 1000 سرير، بحاجه الغرفه اللي بيها سرير واحد. اتقوا الله يا مسؤولين النجف، اتقوا الله. نهاية الرسالة اللي وجهها المواطن للمسؤولين والجهات المعنية بهذا الموضوع، أزل فعلا يعني واحد ينقهر لما يشوف عنده مستشفى واقفة وكملانة صار لها 10 سنين واحنا بأمس الحاجة. 10 سنين مو سنة وسنتين، ويجوز حتى هاي تعدم لما تظل هيك تعدم 10 سنين. ليش هذا إضاعة الأموال العامة وأرواح الناس وماكو اهتمام بها؟ صراحة ما نعرف. على العموم من أيضا من الأشياء اللي وزارة الصحة اللي تقوم بها بالمجهودات الضخمه اللي تسويها وزاره الصحه، رغم احنا دائما نطالبها بالمزيد وهذا حقنا كمواطنين، لانه احنا نريد بانه حاليا اكو اقصى جهد ممكن توصل لوزاره الصحه، لكن هي وزاره الصحه نفسها تطالب من المواطنين الالتزام بالحظر، الالتزام بالقرارات الطالعه من خليه الازمه، لانه خليه الازمه هي اللي تمشي وضع البلد بهذه الفتره او طريقه التعامل مع هذا الوباء في هذه الفتره. فأكو تصريح من وزارة الصحة دي يناشدون بالمواطنين للالتزام بمناطقهم وبيوتهم وببيوتهم بس، يعني مناطقهم لا أسحبها لمناطقهم، مناطقهم لا طلعوا مناطقكم، ببيوتكم قعدوا ببيوتكم وخلوا الفترة تعدي. المهم أكو قرار وعفو تصريح لوزارة الصحة، خلينا نسمع ونرجع. الحمد لله الوضع لا زال في جهة الكرخ تحت السيطرة، الحالات التي تسجل قليلة، يوم أمس لم تسجل عدنا أي حالة، لكن للأسف الشديد أنه الناس الالتزام بالحظر التجول ليس كما ينبغي. أنا بنفسي شاهدت كثير من المناطق يوم أمس خاصة المناطق الشعبية، ربما فهمهم لمسألة حظر التجول خطأ. حظر التجول لا يعني أنك لا تنتقل إلى منطقة أخرى أو لا تتنقل بالسيارة، حظر التجول معناه أنه تلتزم دارك ولا تخرج خارج الدار، عدم التزاور ما بين الجيران ما بين الأقارب، عدم خروج الأطفال للعب، الشباب فيما بينهم أيضا شاهدت بعض الشباب 3 أو 4 سوية، هذا خطأ. الحالات المسجلة عندنا في 27 حالة في جهة الكرخ، تم شفاء 13 حالة وغادروا المستشفى، وفاة واحدة فقط، والحالات المتبقية يتلقون العلاج تحت إشراف أطباء أكفاء ووضعهم مسيطر عليها والحمد لله. والله الحمد لله السادة في وزارة الصحة وفي خلية الأزمة داعمين لنا بشكل كبير، وتوجيهاتهم وتوصياتهم مؤثرة جدا في دوائر الصحة والمستشفيات وأيضا في المجتمع والجهات الأخرى. الحمد لله الدعم موجود، نتمنى من الجهات المعنية تسريع بصرف الأموال المخصصة من قبل خلية الأزمة للدوائر، فنحن في مس الحاجة لها. أيضا صدرت تعليمات بتسهيل عملية شراء الأجهزة أو شراء الأدوية واستثناء من تعليمات تنفيذ للعقود، هذا سوف يسهل لنا الأمر في مسألة الشراء الأدوية المستلزمات الطبية الأدوية، لكن ننتظر فقط التسهيل صرف الأموال. مدير عام صحة الكرخ هذا سمعنا التصريح طالع من عنده وقال حكى عنه، يعني بعد شو يسوي الرجال؟ دي ناشد الجميع بانه يبقون بالمنازل، وما اعرف صراحة ازل الناس شلون حتقتنع بانه يستمرون، على الرغم من اني سمعت هواي اخبار ما اعرف اذا وصلتش او لا بانه الكرخ بها كثير من المناطق ملتزمة فعلا، يعني هواي ناس يقولون بانه مناطق ما حد يطلع بالشارع.
ما اعرف شلون واحد يقنعهم. المشكله هي يعني لصحتنا جميعا. ما اعرف ناس اكو لحد الان بعدي بموضوع العناد بموضوع الاستهتار، لانه كونه ما يبين. يعني هي هاي الكارثه الكبرى، لو عدو ينشاف من الممكن الناس تخاف. فانا اتمنى انه الناس تلتزم، وارجع واقول هي اسبوع ان شاء الله وتعدي. صدقوني ما بقى شيء، يعني العالم كله يتامل خيرا انه على شهر الرابع احنا ننتهي. عسى ولعل لازم انه احنا نتعاون جميعا في سبيل انه احنا نعدي هاي الازمه على خير. طيب هالتصريح كان لابد انه يطلع لانه مهم جدا، وانا لحد الان اقول انه احنا قلقين انه وزاره الصحه لحد الان ما اعطتنا الاحصاء مال اليوم، عودتنا انه يوميا من الظهر يكون موجود. فان شاء الله خير، ويا رب انه تكون الاعداد توقفت الحد العدد اللي هو شفناه امس. بس ما اتصور لان لحد الان الناس غير ملتزمه، راح نشوف مقاطع كثيره انه الناس تكون غير ملتزمه. طيب هذا الموضوع مو كشف لنا، احنا نعرفه كاعلام، لكن اكو ناس لحد الان ما مقتنعه، او اكو ناس ما عارفه كميه الفساد الموجوده في هذا البلد. هسه عرضنا احنا مستشفى الامام علي اللي هي حد الان اللي هي في النجف، لحد الان صار 10 سنوات وهي غير كامله وغير جاهزه. المفروض انه هي من زمان 10 سنوات شو ينتظرون الجماعه؟ الصين خلال اسبوعين هي بنت مستشفى وكامله لاستقبال او للحجر الصحي على مود كورونا. في حين 10 سنوات كم حكومه متتاليه اجت، حكومات محليه وحكومه مركزيه، وما حد اهتم بها بالموضوع. ليش؟ لانه الناس ملتهيه بموضوع ملفات فساد مو ملف واحد. نفس الكارثه او بدت الناس تحكي بيها او بدها تسولف بيها، عسى ولعل انه احنا بعد موضوع كورونا نلتفت الها، لانه حتى خاف في يوم من الايام نمر بها مثل هكذا ازمه سواء اصعب او اسهل، احنا نكون متحضرين مثل ما العالم متحضر. العالم المتحضر قصدي المجهز نفسه ما قدر يقاوم موضوع كورونا. هسه وين راح نروح؟ راح نروح الى كربلاء، ونفس الحاله مستشفى تركي هم صار لها 10 سنوات بالضبط بيها، يعني هي كامله حتى اجهزه بيها، وهسه الاجهزه اكيد تلفت 10 سنوات باقيه الاجهزه مستحيل. من الممكن ان تستوعب، احنا عندنا مجموعه من الصور لهذه المستشفى تستوعب 400 سرير، يعني 400 مريض. كان هسه المفروض انه احنا نسويها على الاقل هاي المستشفى التركي، انها صرعت تظاهره للمطالبه بفتحها واستقبال يسوونها حجر مثلا، او انها تدخل للخدمه. يقول لك السبب او واحده من الاسباب حتى المستشفيات الاهليه هي تشتغل. هاي الصفقات الفساد لازم نخلص منها بعد اردت اقول بعد الثوره، بعد كورونا ونرجع للثوره. الثوره ستستمر ولازم احنا نغير، لان هذا ما اعتقد واقعنا اللي عايشينه احنا فرحانين به. كورونا كشفت الكثير من الملفات، فتحت عيوننا. الناس اللي ما بقتنعه هسه بدت تقتنع. احنا لو كان عندنا قانون قوي كان اصلا من البدايه كان احنا عندنا ولا اصابه، لانه احنا مو من النوع اللي نسافر يوميه لايطاليا ويوميه لامريكا ويوميه للصين. احنا كان عندنا بس التجار خايفين من عندهم، ومن الممكن انه واحد يقول لهم يابا بدل ما تروحون تسوقون من الصين روحوا الى غير دوله ونخلص القضيه ونسد الحدود. لكن بقاء الحدود مفتوحه عناد بعض الجهات السياسيه، مو عناد، لا 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 لا، صفقات سياسيه وفساد هي خلت انه الحدود مفتوحه وخلت انه المرض يدخل لنا. هم انتظروا يدخل بعدين يلا فكروا اغلاق الحدود، واكو ناس لحد الان تاخذ فلوس وتدخل الناس بالتهريب. هاي المستشفى انا اسال مثل مستشفى الامام علي اللي موجوده في النجف الاشرف، ليش ما مفتوحه؟ ليش 10 سنوات؟ انتم اكيد فلوسها كامله، هاي بيها اجهزه، الاجهزه هسه شنو وضعها؟ اللي اشتراها ليش ما يتابع؟ مجالس المحافظات اذا يمها الموضوع ليش ما تتابع؟ وزاره الصحه ليش ما تتابع؟ عينك على حلالك دواء، انت المفروض متابعه. هاي وين صارت؟ ملفات هاي واحد يكتبها ورقه وقلم، هذا شغل وزراء، هذا شغل جهات معنيه، هاي شغل جهات رسميه. ما معقول الناس هي اللي تصور والناس هي اللي تشتكي والناس هي تطلع تتظاهر حتى تقول فتحوا المستشفى. هذه الاسئله لازم تنطرح ولازم تبقى بالبال بعد كورونا. ما اعتقد هسه راح يلتفتون للموضوع، لازم نقول كملوها وافتتحوها غصبا عليكم، لانه ما نبقى احنا باقين والله بس نشتكي، لا لازم نطلع تظاهره نطلع على شغله شغله. مستشفيات العراق واحد يحصلنا اياها، المستشفيات الكامله والجاهزه واللي ممكن تدخل للخدمه، ونطلع عليها تظاهره هي بحد ذاتها نسوي عليها ثوره، حتى مره ثانيه من يصير عندنا احنا امراض او من يصير فد شيء طارئ احنا عندنا مستشفيات مؤهله، مو المستشفيات مالتنا التعبانه اللي الكاشي مالتها تعبان والحيطان مالتها تعبانه اللي هي اصلا هي كلها اوبئه وامراض. ان شاء الله يا رب بعد كورونا
مع ما سميها بعد ثورة جديدة، لا شايفين فتشي ينتعش من جديد، تنتعش الثورة من جديد، ونقدر إحنا نغير كل هذا الواقع اللي إحنا عايشينه، لأن إحنا شعب يستحق الحياة ونستحق أن نشوف الأفضل والأحسن، أحسن من العالم حتى. إن شاء الله يغير شيء. شنو وياه يقول لك احنا ما عندنا مستشفيات، ونروح على الكادر الطبي الخريجية التمريض والكليات الطبية يقول لك ما حد يعيننا، وتالي احنا عندنا مستشفين. لاحظتي شغله يمكن بالتقرير او بالفيديو وين اللي شفناه، مستشفيات كاملة يعني هو مثلا مستشفى واصل للنص مثلا، ونقول شاف هاي الحجة مال انه خلصت فلوسنا، ميزانيتنا فارغة، لا خلصانة، لا كاملة يعني شنو ناقص؟ خريجيه سنويا كومل هسه طالعين تظاهرات، هسه قاعد يقولون احنا عينونا كوادر بلاش. كوادر طبيه وتمريضيه وكوادر صحيه، يقول لك عينونا، ليش ما معينيننا احنا هم ايضا نريد نشارك كمساهمه انسانيه حتى التطوع، يعني يردون يتطوعون، عينوهم وهاي المستشفيات كامله هي واجهزتها. هذا ملف فساد، مو بس ملف فساد وانما ملف لقتل الناس، لانه ما دام مستشفى اكو جريمه، بالضبط جريمه متعمده، مستشفى كامله جاهزه هي واجهزتها وما تفتحوها واكو كوادر، هذا معناتها جريمه منظمه لقتل الشعب العراقي. وهسه من حق المواطنين يعرفون من محافظه كربلاء ومن محافظه النجف تصريح او تبرير ليش المستشفيات ذني واقفات ومسدودات، لان صراحه ما اكو شيء. هسه اقنعونا فشي منطقي، يطلع واحد يقنعنا يا به كذا وكذا وكذا، كونوا شجعان. احنا اكثر من مره قلناها، لو واحد اذا مو قد المنصب لا يقعد بالكرسي، يعني ماكو، مو طبيعي هذا الموضوع، اللي يصير تضيعون فلوسنا وده تروح هيك. احنا افرض زادت عندنا الحالات، وين نحط المرضى؟ قاعدوا يخترعوا لي بدل ما نبني لك المستشفيات اللي ما ادري شلونها ونحير بالمستشفيات، عندنا مستشفيات كامله خلصوها. على العموم اللي على البث الموجودين حاليا اغلبهم دي طالبون من الجهات المعنية ومن البرنامج أنه ننقل صوتهم، بين ويا ناس إحنا الكسبة، إحنا الناس اللي عايشين يوم بيوم، اللي عايشين أسبوع بأسبوع، اللي عايش شهر بشهره. هسا نحن طولة السالفة عندنا، شلون نعيش؟ أنا عندي محل، شلون أطي إيجار لأبو المحل؟ مو يطلع يشمر غراضي بالشارع وبعد ما يخليني أشتغل. أبو الإيجار، وهاي الحالة البارحة اللي عرضناها بالبرنامج، طلعها أبو الإيجار، هذا أكو غيره آلاف، أكو غيره. اليوم دي يسألون الناس، دي يقولون يا با انتوا اذا احنا على عيننا وعلى راسنا تمددون الحظر، ومو مشكله احنا معاكم وحنقعد بالبيت وما الى ذلك، بس انا اقعد للبيت شلون اعيش؟ شلون اكل؟ شلون اسد جوع اولادي او ادفع ايجار؟ يعني الايادي الخيره فعلا هذا فشيء ايجابي من بدايه البرنامج قلناها، بس في واحد قد يريد يساعد؟ او منو شلون نقدر نوصل؟ يعني اكو اليوم في بغداد وكثير من المحافظات مناطق كامله هي فقيره، يعني جماعة التجاوز اللي قاعدين بالبيوت التجاوز، وهاي يعني مناطق كاملة مو نفر ونفرين، مثلا ذول البيت واحد مثلا بمنطقة سكنية ذا حال اجتماعي جيد، هذا ناس يساعد ناس، اوكي حلو. لكن الناس اللي عددهم كبير ومناطق بعيدة عن الناس اللي حالتهم زينة، شلون نساعدهم؟ هنا تجي الدولة يعني الدولة اللي تاخذ نفطي وده تبيعه، هي هاي لازم تساعدني. اكو فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صراحه جدا مرتب، حتى قبل ما ندخل انا وازل سولفنا، ازل دا تقول لي شلون دا يحكي بطريقه واعية، واستخدمت مصطلح مو دارس، لا واعي 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 وليس دارس او هاي، لا لانه الرجل مبين انه واعي في الحياه ويتكلم بكلام منطقي، انا ما حزيد على كلام شيء، وانا اعتبر هذا الشخص اللي موجود هو دا يمثل كل الناس اللي هسه بالبث دا يطالبونه، دا يقولون يابا احكي بهذا الموضوع، احنا حنعوف الجو لهذا الشخص يحكي، وان شاء الله توصل للجهات المعنيه اللي عنده احساس، بس اللي ما عنده احساس احنا غاسلين ايدنا منه، فخلينا نسمعها ونرجع. اني ما كنت اتمنى انه اني اوجه خطاب للحكومه، بس اليوم مجبور انا اخاك لا بطره. يا حكومتنا اليوم اني ما اريد اسميكم باي صفه ثانيه، بس اليوم احنا عمال وتعرفون اليوم قاعدين بالبيت، احنا 10 ايام 9 ليالي بعشرة أيام، يعني أتوقع أنه إمكانياتنا ما تسمح لنا نقعد أكثر من هذا، يعني أنا آخر قطية حليب جبتها قبل شوية، أنتم تقولون تعالوا وقعدوا بالبيت، أنا ما رايد منكم صدقة ولا رايد من عندكم شيء، إحنا ناس عندنا بطاقة تموينية دينونا على البطاقة التموينية، سلفة وطلقوها على البطاقة التموينية، كل واحد عنده بطاقة تموينية يروح يستلم من الوكيل مالته مبلغ وقدره هالقد اللي يضمن لنا نعيش أسبوع أو عشرة أيام بالبيت، تمو تردون أسبوع ما أعرف أو أسبوعين بعد، يعني يومية تمددوا علينا وإحنا غرقانين
والغرقان يتشلب بقشايه نقول فلان يوم راح يخلص الحظر انتم تمددوه، راح يخلص الحظر وانتم تمددوه. فانت تتخيل من انه انت تقول لي اذا تطلع لحد يوم 11 او يوم 14 واني اخر قوطيه حليب جبتها من الساعه ما املك المال، بعد العمال ما عندهم ارصده يعني ما حد عامله بالبيت كذا مبلغ يجيب قوت عياله. فانت اذا تريد اطلب المطاع، مستطاع حتى تطاع، مو يجي الكلمه العفو. يعني اني ما اقدر البي لك طموحك بالحظر، وعند اشوف الفيديوهات كل من قاعد لبدوله فلانيه او كل من منا كذا يابا اطلعوا لا تقعدون لا تطلعون لا تطلعون. يا اخي ما اقدر ابقى انا يعني بعد اذا ابقى لي يومين الثالثه اموت من الجوع. يعني هاي الرساله بس للمسؤولين، شوف ايش سويتوا بالعالم. تخيل اذا يحكي كانه شلون هو مو وطني، اذا يقول عمي داينوني وارجع لكم اياها، اشتغل وارجع لكم اياها، داينوني على الحصه التموينيه، واذا ما رجعتها قصوا من الحصه التموينيه. هاي وين صايره؟ انا بس هاي الرساله للمسؤول دا اقوله بانه انتم صراحه يعني لازم تلقون حل، لازم تلقون حل بهذا الموضوع. وهذا الرجل اللي الشريف اللي طلع بهالكلام الموزون جدا صراحه، حتى لما هو دا يحكي انا وازل بدنا نمدح بكلامه وطريقه كلامه والقاءه وتصفيط المعلومه اللي دا يقولها. انت ما تتداين، هاي الفلوس غصبا ما على كل المسؤولين اليوم بالسلطه يعطوك اياها. النفط اللي دا ينباع من البلد هو إلنا كنا، احنا عيننا المسؤولين حتى يديرون اموالنا، ما نقدر احنا كنا نروح للدائره ونحكم احنا كنا، فاحنا نعين ناس يحكمون بدالنا يبيعون النفط ويعطونا فلوسه. فهاي الفلوس مالتنا، يعني هسه شكو بالخزينه الدوله هي فلوس لكل العراقيين. متى افتهم اني الميزانيات الاحتياطيه وين ومتى يتم اطلاقها؟ احنا نطلبهم ترى للعلم والاطلاع، احنا نطلب الحكومه هواي. حسبوها النفط او الفلوس هاي كلها هم بايقيها، هم سارقيننا، فاحنا هسه حاليا احنا نطلبهم. اجى وقت انه واحد يرجع لنا ديننا، دين عمرنا راح، احنا حياتنا راحت، 16 سنه من عمرنا راحت، هم سرقوها. ولحد الان انا شوفوهم هسه حاليا في البروج العاجيه مالتهم، حتى ما يدرون بالشعب شنو صار، ما عدا القله هناك. يعني يوم امس من حكينا قلنا انه ماكو احد من المسؤولين من النواب نزل، هناك كم نائب بس بالسر، وهذا حلو انه احنا يا ريت انه هناك من يقتدي بهم ويشتغل بالسر مو بالعلن وينزل لي صور وفرحان بالقضيه، لا بالسر، لان هاي شغله الك لاخرتك. اي واحد يسوي تكافل اجتماعي خاف واحد ما يقول احنا جايين نسوي تكافل اجتماعي بيناتنا بس بالسر، لان هي مو مال علن، مو مال واحد يطلع. هسه حاليا مثل ما جاي نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي ناس قاعد يسوون اشياء تافهه والمواقع تضج بيها. لا، انت سوي شيء لاخرتك ما حد يدري بيه، بينك وبين رب العالمين، بس الشخص المعني او الناس اللي ممكن يساعدونك بالقضيه هم يعرفون بيها، والباقي خليه على الله، خليه بينك وبين ربك بميزان حسناتك. قضية كلش مهمة، احنا حكينا بها قبل ما تصير، قلنا انه المفروض انه كل دولة هسه بدول العالم انطت حظر، لكن انطت ما يوازيه من خطة بديلة او خطة مرادفة لحظر التجوال. انت ما تطلع من بيتك بس انا أأمن لك الغذاء والدواء. انا ما تطلع انت من بيتك بس انا الحد، يعني انا اسوي لك فد خطة معينة حتى انت تقدر تكمل حياتك. انت ما تجبرني انه انا قاعد بالبيت وتموتي من الجوع، هذا معناته انت اموت بكورونا افضل، اطلع من الممكن ما انصاب وبس انا عايش اطفالي. صرخات الاطفال ترى اكو ناس بات جوعانه هسه على البث المباشر. انا اتمنى اكو عائله من كربلاء ما قالت احنا ميتين من الجوع واطفالنا يبشون من الجوع، انا طلبت من عندهم انه يتركون رقمهم. يا ريت من اهالي كربلاء المتمكن يظل يتابع بالبث المباشر، اذا صاحب المناشده ترك رقمه يتم مساعدته. هذا من الممكن هسه حاليا احنا صرنا له سبب حتى يتم انقاذه. الحكومه المفروض تاخذ هسه دورها. احنا انطينا راي او مقترح هو موضوع وزاره التجاره. اكيد احنا عندنا لازم توفر هي على الاقل الاساسيات، طحين، تمن، زيت، شاي، شنو حليب مثلا، ها خمس اشياء. هسه بقيه الاشياء تولي، ما رايدين احنا، ما رايدين اللحوم ولا رايدين المعلبه، هذن الاشياء الاساسيه. عم الناس تاكل خبز وشاي، انا اقول لكم اياها بس تسد جوعها. سوريا اكلوا ترى اعشاب، احنا لا توصلنا لهي المرحله، العشب بالشارع اكلوه، زرع اوراق سلقوها واكلوها. فلا توصلون العالم انه تتقاتل لانه الجوع كافر كافر. احنا حاكينها بالبرنامج انه الناس تاكل من النفايات حاليا، هسه هم واحد يعني ما نقدر نقول لهم روحوا اكلوا من النفايات مثل ما كل مره، لانه من الممكن يكون بها امراض. هاي نفس الشيء، وناس ممكن انه هي متخلصه من نفاياتها هم بهم هذا المرض. فاللي نتمنى انه على الاقل بس هسه حاليا ان تكون خطه بهذا الاسبوع
انه اما انطي فلوس اما انطي على كل واحد حسب البطاقه التموينيه او انطي انا مواد غذائيه اساسي لازم نحلها. وارجع واقول موجود التكافل الاجتماعي يا ناس يا عالم تعاونوا بيناتكم خلينا نعبر هاي الازمه ان شاء الله على خير وان شاء الله تصير سوالف. وهذه يعني نرجع ونقول لازم نبدي نأسس انه احنا لازم ما عندنا فقير لان العراق بلد غني وفلوسنا بجوب المسؤولين اللي ما يستحون اللي ما يخشون اللي ما يخافون الله. طيب اروح الى كركوك وهناك ايضا حمله من شرطه كركوك لمتابعه كل من يخالف حظر التجوال. وهناك انا اعتقد مو بس في كركوك في بعض المدن لكن هناك من لا يلتزم. البصرة هسه حاليا التزمت لأنه المحافظ قال بالقوة سأجبر الناس على أنه يبقون في مناسلهم هذا الأسبوع لأن الأسبوع الحسم. في الناصرية هناك تراخي كبير يعني الصور جات وصلنا من الناصرية غريبة ناس طالعة يعني فاهمة حظر التجوال غلط وراح نشوفها بعد شوي. في كربلاء أيضا الناس في النجف لا هناك التزام. في بعض المحافظات للأسف في ديالة ماكو التزام لكن في كركوك هناك التزام بسبب المحاسبة والمراقبة. نتابع القضية ونتمنى أنه بقية المحافظات يلتزمون بشكل جدي بموضوع حظر التجوال هذا الأسبوع تحمله وإن شاء الله تفض على خير. أنهي بمعتدى الكرام من الكركوك الالتزام بالحظر الصحي الموجود لأن هاي الفترة هي الفترة الحرجة لابد أن يلتزمون التزام يكون أكثر وخروجهم يعني يؤثر سلبا على الوضعية. إحنا إذا تشوفون الإصابات في ازدياد يعني يوم بعد يوم لازم أن يلتزمون أكثر وأكثر. فهاي العملية يستوجب يتواجدون بيوتهم. إحنا لاحظنا كثير من قسم من الناس بدأ يلتزم بس من الشباب اللي يحاولون يطلعون او يمارسون ممارسة كرة القدم في الملاعب المغلقة ودن نمنعهم احنا بشتى الطرق يعني دورياتنا مستمرة داخل كركوك داخل مدينة كركوك فاللي نرجوه من عندهم ان يلتزمون اكثر. أريد من الدوريات والمفارز يأخذون دور مو بس واقفين الناس اللي تتجول الأطفال طالعين برا داخلون يمنعون من الخروج من حلو الموضوع. نتمنى انه احنا قول وفعل ونتمنى انه يعني فعلا كل واحد ياخذ دوره. وكفت قضيه البارحه احنا المناشده وصلت لنا من جماعه الداخليه يقول لك احنا صار لنا اكثر الداخليه والدفاع اكثر من 20 يوم احنا ما نقدر نرجع لبيوتنا. هي قضيه كلش يعني خايفين عليكم وخايفين منكم خايفين عليكم خاف انتم تروحون الى اهلكم وبعدين من ممكن تكون اهلكم مصابين وانتم ما تدرون وبعدين من ترجعون للواجب بعدين ترجعونها الى زملائكم وهاي معناته احنا راح نفقد الكثير من صفوف الخط المهم. ايضا الخط الثاني احنا عندنا كوادر الصحيه الخط الاول الخط الثاني هو الدفاع والداخليه واحنا الخط الثالث الاعلام. فخوفا عليكم ومنكم او منكم من ممكن انت تكون حامل للمرض وتروح الى اهلك وتعديهم. فنتحمل خلينا نتحمل بعضنا هاي الفتره وهي ازمه عالميه حاليا خلينا نعتبرها حاله حرب وهي فعلا حرب غريبه من نوعها وان شاء الله تعبر. وارجع اقول هي والله راح تصير ذكريات كل واحد هو اكو مقترح من الاستاذ هشام الذهبي انه كل واحد يدون ذكرياته بهاي الايام بالحجر الصحي بالحظر التجوال شلون انت تروح تجيب صمون شلون تروح تجيب الدواء شلون اذا تعرضت الى موقف دونها حتى لو كانت بكلمات هي مو شرط ان تكون انت اديب او كاتب دونها من الممكن انه احفادك يقروها في يوم من الايام ويتباهون بجدهم او انه يقولون والله كان يعيش جدنا او ابونا في هذا او امنا في هذه الفتره من الفترات الصعبه وعبرت هو راح يكون لهم درس. صدقوني ماكو شيء يعبر هو دون تجربه ودون فائده ماكو شيء ما به ايجابيه نعبرها ان شاء الله وتصير سوالف. وانا اعتقد ان شاء الله اذا الله انطانا عمر
السنة الجاية مثل هالشكل الوقت تقول تذكرون العام مثل ما سنقول تذكرون من كنا نطلع، تذكرون من كنا نتونس، تذكرون من كنا ناكل، تذكرون من كنا نلتقي، كل هالسوالف سوالف إن شاء الله ونعبرها على خير إن شاء الله. هم يضيعون وقت لما يكتبون. على العموم نضل بموضوع قرار الحظر والناس اللي إذا تكسر هذا القرار، مع كل الأسف بدنا نشوف القوات الأمنية إذا تبذل جهودها. وسد تسمعون هسه أزل قالتها ودا يوميا نقولها، كل دا يطالبون الجيش والشرطة يا إحنا ريدنا ننزل لبيوتنا. يعني شوف أكو ناس تضحي مدى تنزل لأهلها على مود تفرض هذا الحظر التجول، وأنت حضرتك طالع تكسر هذا الحظر. بالناصرية مثلا مثل ما قلنا عيد، عيد وسعيد، يعني تحس طالعين دا يفترون الناس كأنه ماكو شيء، لاكو مرض لاكو جرثوم ولاكو فيروس. المشكلة إحنا حكينا بأنه ناس دا يطلعون أكو شغل، أكو ناس لا دا يطلعون يفترون بس. ما ادري مخرجنا عندنا وقت نعرض الفيديو مال الناصريه؟ نعرض الفيديو؟ لا عمود نشوفه ضروري. يلا خلينا نشوفه ونرجع. شو غفوه العالم شنو الفنون؟ شوف العالم مالات كلها طالعه، لا تقتل بكورونا، لا حد يلتزم، عم التزموا رحم الوالد يكون، عم تجيكم العباس. احنا اهل الناصريه ما صير لنا شاره الا نشوف الجثث تبث بالشوارع. لا بلا حرج ولا مضاعفات. شوف إلا شوف الجثث بالشوارع يشيلون بيها، يلا نلتزم. رجال الشرطة شو يسوي؟ رجال قاعد واحد لا يقدر يمنع العالم ولا هذا. هاي العالم آلاف مؤلفة. شوف هذه ما تفيد أوكرانا ولا هاي. هذا يا زلمة أنا ما تفيدي يعني، كفيكم الله. لا كورونا ولا هاي، هاي حركة عادية. إي والله لا تباعد اجتماعي، لا حظر تجول، وكأنه كل شيء ماكو. مع كل الأسف هاي الصورة إن شاء الله توصل للقوات الأمنية ويشدون حيلهم أكثر ويعزلون كل هاي. أقول بس كلمة بالأخير، وإنه وقت يداهمنا في هولندا طلع رئيس الوزراء قال لهم سووا بينكم وبين أي واحد متر ونص ولا تتجمعون وما إلى ذلك. يعني لا حظ شرطي ولا أبد، الناس كلها لما تمشي متر ونص بينها وبين اللي يمشي وياها، الناس كلها بالحدائق من قاعدين متر ونص، الا طالب عن شغلات ضروريه مثلا متر ونص على قد الحكايه اللي قالها هم طبقوها. يا ريت نكون مثلهم. يعني اكو ثقه بين الناس واكو وعي، وهذا اللي راح نشتغل عليه بالايام الجايه. أيوة الوعي عند الناس، عند المواطن، عند الانسان البشري. انا اتمنى انه هي بقت القضيه بيد الله وبكيف الله، وان شاء الله يا رب يا رب يا رب يعني على نياتنا، على نيات بعض الناس الفقراء، الله يعديها على خير ان شاء الله وتصير سوالف. لكن التزموا باهم الارشادات حتى تعبر الازمه على خير. هذا كل ما كان عندنا اليوم في اهل المدينه. نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبه والسلام وعلى صحه وعافيه، ويا رب نلتقي على وطن امن وسعيد وما تعم به الا الخيرات والصحه والعافيه في امان الله. خليك بالبيت. تحياتي وتحيات الكادر، إلى اللقاء.